ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر، لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بتجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب، هيك الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب. في قلوب عميها الطمع، في قلوب تتحمل وجع، في قلب عقد ما ركع. صفى العشق ممنوع، ما في بالي الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بيكفي القلب موجوع، ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. شو حياتي؟ ظاهر؟ ايه عند اجتماع برا. كنت حابة اعزمك على الغدا. اعزميني. والاجتماع؟ اي اجتماع حياتنا؟ لك بلغي كل الاجتماعات، بلغي كل مواعيدي مواعيدي. مرتي عزبتني بتروح على الاجتماع. اف اف حياتي، من امتين هيدا الحكي؟ هيدا من لما صرت عارف قد ايه بحبك وقد ايه بتعنيني. حياتي انت. بس جواب مع مين تركتي؟ مع روبي. بيقبرني اللي بيفهم. يلا ماشي ماشي بلا اجتماع. شو مبين انت هون؟ وين ياسمينة؟ ياسمينة راحت تتغدى مع عاصي وقالت له انتو جواد وشوي. وليه ما قالت لي لقلك؟ ما بعرف طنط لبنى، بلكي منا حابة تزعجك. طيب اعطيني جواد وجده بده يشوفه. بس جواد خفي هلا. طنط لبنى، أنا بعرف إنك زعلانة مني، وبعرف كمان إنه صعب عليك تسامحيني، بس بدي إياك تعرفي إنه أنا ندمانة كتير، وأنا عن جد بحبه لإيمان من كل قلبي. خيبتي لي أملي فيك كتير يا روبي، من يوم ما جيتي على هالبيت وأنا واقفة بصفك، ولا نهار تخيلت إنك رح تجربي تأذينا. بس أنا ما تبرري لي بالحكي. إذا عن جد ندماني وصادقة، خلي تصرفاتك هي اللي تثبت لي، مش حكيك. أوكي، رح أثبت لك طنط لبنى.
قدامك مشوار كتير طويل روبي، وإن شاء الله يكون نفسك وصبرك طويل. أنا كرمال إيوان مستعدة لكل شيء، بس بترجاك تنطلبنا ما تقسي قلبك علي. أنا بعرف إنه أنت من جوا بعدك بتحبيني، بمطرح من المطارح قادرة تتفهميني. اتفهمك؟ كيف بدي اتفهمك؟ كيف بدي اتفهم إنك خنتي الثقة وانقلبت علينا؟ كرمال البابا تنطلبنا، أنا ما قدرت أتحمل شوفه زعلان. بس هلأ خلص البابا فل، بس بطل زعلان وقدر ينسى الماضي، وأنا كمان قدرت أنسى كل شيء. يا ريتك نسيتي قبل ما تعملي اللي عملتي. على كل حال هلأ عم نحكي على الفاضي، بكرة الأيام هي رح تثبت لنا إذا قدرت تنسي ولا لا. ايه خيي، الحمد لله على السلامة. شو طمني كيفه البابا؟ بابا مشتاق لك، وأنا كمان مشتاق لك. حبيبي أنت، وأنا مشتاقت لكم كتير. إن شاء الله ما تكونوا تعبتوا بالسفرة. ايه تعبنا، بس المهم يطلع يحرز التعب. خبريني كيفك أنت وإيوان؟ مبدئيا منيح، بس هون ما حدا طايقني، كله آخد موقف مني. ليش انتو رجعتوا تسكنوا معهم بالقصر؟ ايه هيك عصبتو. عليا ليش دخلتي هالقد؟ ستلبنا 10 مرات سألت عنك. بعرف كيف يضبي الغراض، فالآن طالع شوف. طيب أمري. تفضل. قصة لبنان، عن جد بعتذر عن التأخير. عليا عرفتي حالك رح تتأخري، ليه ما قلتي لي؟ شغلتي لي بالي. ما انتبهنا، ما بعرف كيف راحت هيك. ومسعود ما انتبه كمان على الوقت؟ يعني عن جد اثنيننا ما انتبهنا. طيب هي آخر مرة بده يصير هيك، ما بقبل. ما تعطلي هم. مرسي عليا. بالإذن. تفضلي. شو عليا؟ شو عملتي؟ شو بدي أعمل؟ اعتذرت منها بس أكلت بهد. هيك مقضينا، ناكل بهدلات، ما حدا مقدر تعبنا وإخلاصنا. اشتريت عشية؟ حسيت عشية؟ قال هي ما حست عشية، أنا تصرفت طبيعي. بس أنت اللي قلت لك شي حال؟ حال شو بدي يا عليا؟ ما في غير قلت لك إياه بالسيارة. الله يسعدنا دخيلك يا ربي. ما بدها غدرك يا عليا، طلع عن نص المليان من الكباية، بكرة جيبنا بينتلو. بيت الأبيض ما بينخاف عليهم، نحن المعطرين. مظبوط، نحن المعطرين مغلوب على أمرنا كمان. فإذا خلص تصرف يا عادي، وبكرة بتعملي مثل ما قالوا لنا. طيب طيب، أنا فيت. شو؟ بين بعد ما ضبيتي الأغراض؟ عم ضبن شوي شوي. دخلك عليا، شو كنت عم تحكي انت ومسعود بجنينة؟ انه شو بدي احكي مع مسعود؟ خبرته انه اعتذرت من ست لبنى واكلنا بهدله. وانتو عن جد اكلتوا بهدله؟ بالله شو اللي باسطك بالموضوع؟ مالك هيك ست لبنى بتعرف قيمتي وبتحطني لقلي المديره. الله لا يقدر. فهمت يعني قبلوا معكم او ما قبلوا؟ رد انت وياه. معلم مبدئيا قبلوا، وهددناهم مثل ما قلت لنا، وقلنا لهم قديش رح يطلع لهم. هيدي مبدئيا انا ما بتعجبني، بدي جواب اكيد. قبلوا معلم، قبلوا، وانا بكره رح اروح على القصر واكيد حيفوتوني، ما تعطل هم. مش ما قلتوا هيك من الاول؟ هتوخذنا معلم. امتى رح تروحوا بكره؟ رح ننطر تليفون من الصاله. واذا ما تلفنت؟ رح تلفن،
طرفي. روحوا من وجهي انت وياه. حاضر معلم. حاضر معلم. لقيت عمال للمزرعة؟ لا بعد، مع انه نشرت بالمنطقة كلها. ما تعطي الهم. بكره بيجيك 100 واحد، العالم كلها قاعدة بلا شغل. بونسوار. اهلا بجولي. كيف هالدرس؟ منيح. بابا، رجعت حكيتك هديك البنت؟ أي بنت؟ لا حبيبتي ما تلفنت لي. قلت لك إذا تلفنت لك كنت رح خبرك. لحظة أنت وياها، بعد ما حدا قال لي أي بنت؟ ماشي عاصي بنت فاتت لعنا على الأراضي بالغلط. ما عارفة إنه هولي أملاك خاصة، وأخذت كم صورة. شو عم تحكي؟ هيك كم صورة؟ صور شو؟ ماشي عاصي روق. كانت عم تصور الشجر يعني. بس وأنا شفت كل الصور. وليش بدها تصور بالأراضي عنا ما فهمت؟ هي رسامة خيي. بتصور لتستوحى من صور للوحات. رسامة. عشان هيك عجبتك رسامة مثلك هيدي. عجبتني؟ لا ما عجبتني، مين قال لك انه عجبتني؟ يعني إذا أخذت رقمك ودقت لك وبنتك هيدي عم تسألك عنها يعني عجبتك ومكترة. يلا قوم على العشاء. لك شو هي عجبتك؟ لا اخي ما بقى تعجبني. كل مرة شفتها فيها. اقولك بس بقى انا بعرفك حافظك. طيب ما رح كذب عليك. ايه عجبتني بس اوعك تقلها لجودي ها، بتجن علي. لك اكيد ما رح اقلها شيء. بس انتبه هالمرة عامر. وقت علق فيها ما تعرف اصلا وفصلة وتعرف كل شيء عنها. بعد كتير بكير لهيك حكي خيي. اصلا انا ما اخذت رقمه. بعدين اذا بحال ما دقت لي يعني ما انا معجوبة فيه. قلت لها اسمك عامر الابيض؟ ايه قلت له. محلولة اكيد رح تدق لك. يلا قوم. صحتين. ايه مسي. اول بلشت عملنا؟ خورنا اخي. جواته. يلا حبيبي. عود. يلا. عود عامر. لك روبي وين؟ شو انت شو بدك؟ روبي تعبانة شوي ما رح تاكل. طيب ما تاكل على ليه تنزل تقعد معنا ولا؟ على راحتها. لا لا انا رح اطلع عيطلة. طيب خليك انا بحكي. لا 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 حبيبي خليك. العزيمه مني احلى هلا. عود. بابا بحط لك حمص. مين؟ هلا انا روبي، في فوت؟ فوت عاصي. ليه ما زلت تعشيتي معنا؟ لأنه تعبانة شوي وماني جعانة. ايوه لو مش جعانة ما تاكلي. بس انزلي قعدي معنا على القليلة ولو؟ ما علي يا عاصي هيك أحلى، ما بدي ضايق أحدا ولا أزعجكم. بالعكس أنت هيك بتكون عم بتضايقينا. بس عم اعتبر حالك منك وحدة من العيلة بعد. ليه بعدكم معتبريني فرد من العيلة؟ أكيد طالما أنت مرت خيي. عاصي بشرفك بلا ما نكذب على بعضنا، فيك تقلي ليه قبلت إنه نسكن هون معكم؟ والله يا روبي وجودك بفرحني. بس أنت بتكرهني يا عاصي.
ويمكن لا، يمكن تغيرت، يمكن صرت سامح وصرت انسى. ما في ولا انسان بيتغير. ليك روبي، يا اما بدنا ننسى اللي صار قبل ونفتح صفحه جديده، والا بدنا نعلن الحرب نرجع من اول وجديد. بس انا شفتك اعلنت الحرب علي من اول ما فتت من الباب. يا روبي ساره بتشوفي غلط، انا كل همي كان انه خي يكون حدي، يضلوا حدي هون ويكون مبسوط. بس انا ما بصدقك. اذا بدك انا نصدق انه انت ندمت على اللي عملتيه وحابة تفتحي صفحة جديدة، بدك تصفي النية وتصدقيني. المشكلة عاصي انه انا صرت اعرفك اكثر من قبل بكثير، يعني مستحيل صدقك. انا قلت اللي عندي والطبيب ما لها بيكلم. اصطفلي. ما قالت تنزل روبي؟ قال تعبانه كثير وبدها تنام مش قادره. ما قلت لك تعبانه خيي. لا عاصي، حتى لو تعبانه انا ما في صفحك. كيفكم؟ صحتين. كيفك؟ كيفك؟ تفضلوا. علي شو بك من الصبح مش على بعضك؟ شو بنت؟ لشو شايفه بنت؟ شاردة بغير دنة. ما تكوني خيفانة اخذ محلك بالقصر وصير مسؤولة عنك. والله يا موني وقت بتصيري انت مسؤولة عني بكون انا بطلت موجودة بالقصر. والله؟ ووين بدك تروحي تشتغلي؟ ليش اصلا مين بيشغلك بعد هالكبرة؟ من قال لك اني فالي اشتغل بشي مطرح تاني؟ بعدين معك حق، ما بقى حدا رح يشغلني. ورح تقعدي بلا شغل؟ كيف رح تعيشي وتاكلي وتشربي؟ اصلا من قال لك رح اترك هون اصلا؟ في اشطر منك كنت الحكي. بعد ما خلصتي؟ لا حبيبي يلا بس شوي. حياتي أقولك فكرة منيحة إنه نروح اليوم؟ أكيد حبيبي، أكيد أكيد فكرة منيحة. روبي أنا بدي أكسر الجليد، يعني ما فينا نضلنا عايشين بالتشنج والتوتر. بس إنه حبيبي أنا كان قصدي إنه كان فينا نأجلها شوي. حبيبي هلا أو بعدين نفس الشيء، وأنا وعدتك إذا الوضع ما رح يتصلح منفل. طيب كلهم رايحين اليوم؟ هاي الكل جاهزين ناطرينك. يلا انا سايبك. لا حبيبي يلا بنزل معك، انا خلصت. طيب يلا. موني اطلعي سيبي الاوض. يلا بخلص اللي بايدي بجلي الجلاد وبطلع. لا هلا اطلعي. أنا بكمل عنك وأنت تطلعي سوي الوقت. طب طب بابا وين صاروا؟ تأخروا. يلا حبيبتي صاروا جايين. كل البطاطا طيبين؟ هلا ننطرهم شوي قبل ما نبلش بهول. الو. ايه اهلين.
ايه ولو اكيد تذكرتك. عرف لحقت تخلصيها؟ شو سريعة؟ طيب على كل حال انا برجع بحكيكي بعد شوي لانه مشغول نتفه. اوكي. باي. بابا مين هي؟ هيدي البنت تبع الصور ما هيك؟ ايه. ايه وشو قالت لك؟ رح تشوفها؟ عليا؟ شو بكي نقصتيني؟ لك شو بكي كأنك شفتي شبح؟ شو حالهم يخلصوا القبض؟ ايه أكيد شو بدهم بعدين؟ شو هاي المي اللي هيك طايفة؟ ما بعرف انفخت القصدة. وهلا من 10 دقايق كنت هون ما كان في شيء. ما كون أنا فخدتها يعني. غريب. هذا ايوان سبقنا بابا. ليه امك وياسمين تاخروا؟ ما قالوا لك عن قصه المي بالمطبخ؟ ما ادري شو صاير في فلتان المي وقاعد عم فهم البنات شو يقولوا للسنجر وقت يجي. اه يلا دقيقه بينزل. طيب. الو. ايه رح اترك خبر على الباب انا. المهم يصدقوا عن جد انك سنكري. هيدي ما تعطى لهمها، اتركيها علي. اخلاق؟ ما بدنا نجيب غراض سنجري. امشي لزبطة. الله يقطع هالنهار على خير. حبيبي شو بك ما حكينا بالموضوع؟ ايوان انت منك مطرح تعرف شو عم حاس. روبي انت حطيت حالك بهالموقف فبليز تحملي اكثر، بدها شوية صبر. بس ما في شيء عم يشجعني. أنا حدك ومعي كيف؟ أنا عم شجعك. يا أنوان مش سامع أهلك كيف عم يحكوا معي؟ طيب إنه اللي صار مش سهل يعني كلنا بدنا نعمل مجهود. حتى أنت عم تعمل مجهود. أنت ما عدت تحبني مثل قبل. روبي أنا سمحتك ورجعت لك بس قلت لك من الأساس ورح ضلني أقول إيه رح أعمل مجهود كل يوم تأنسى وما أرجع أتذكر اللي صار. طيب وقادر تعيش هيك إيوان؟ قادر تعيش معي أنت وعم تعمل مجهود؟ شوي شوي بيمشي الحال فبليز ساعديني مثل ما انا عم بجرب ساعديك بليز حبيبي يلا 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 شو؟ بلشتوا اكل قبلنا؟ هاي لا خيي عم نلقمش وين صاروا دخلك اهلك؟ يلا صاروا واصلين انا عن جد ما عم بفهم شو إلها معنى هالعزيمة؟ بشو عم نحتفل؟ كيف جودي يعني؟ عم نحتفل برجعة روبي؟ إن شاء الله يكون الجو احتفالي مش مأساوي. شو قصدك جودي؟ إنه ليه مأساوية يعني؟ قصدك إنه أهلك مش طايقيني؟ ليك يا روبي أنت بتعرفيني قد إيه صريحة. إيه ما حدا طايقك. جودي شو هالحكي هذا؟ شو عم تحكي أنت؟ مع حق جودي يمكن إذا منفل أزبط. بليز بليز كرمالي خلص روقي كرمالي. مرحبا لوين جاي؟ حضرتكم طالبين سنجري؟ ايه أعطتني خبر عليا. تفضل فيك تفوت. شو قولك يا مسعود؟ شو قولك؟ شو بدهم يعملوا؟ كل اللي طلبوه يفوتوا على القصر، نحن بدنا نأمنهم الطريق، يمكن ما يعملوا شيء. شو جايين يشموا الهواء؟ يا رب دخيلك يا رب الله يسعدنا. مرحبا. أهلا. حضرتكم طالبين سنجري؟ إيه أكيد. في حدا بالقصر؟ ما في حدا، بس نحن. ظهروا كلهم يتغدوا برا. الحقني. زيحي موني زيحي.
هيك لكان يا جودي. بيك قال لك انك طالعه لعمك عاصي. ايه جدو، واكيد انا ما زعلت. جودي عم تحسسيني كانه انا مثالك العالم. مش بس لالي ولغيري كمان. سوري بعتذر. شو روبي هيدا الموضوع ما عجبك؟ انا؟ لا بالعكس، ليه ما بده يعجبني؟ مزبوط، ليه ما بده يعجبها؟ بالنهايه لو منه هيك صح ما كان حدا جرب يكسره لعاصي الابيض. عاصي الابيض ما بينكسر ولا رح ينكسر. بدك نمشي حياتي؟ ايه خلينا نمشي. يلا بالاذن. مش شايفة أنا كيف عم يستفزوني؟ روبي إذا بعده موضوع عاصي بيستفزك يعني بعدك حاطتي براسك؟ لا حياتي مش هيك، بس إنه روبي أنا صراحة ما شفت إنه الموضوع هالقد بيستاهل تنزعجي. أنت هيك شفت؟ إيه أنا هيك شفت، وشايف إنه صايرة كثير حساسة، فبليز كبرت الموضوع كثير، يعني أنا هلا عتلين هم إنه أنت رح تصعبي المرحلة علينا مش أهلي. طيب إيوان، خلينا نمشي. ماشي هون نروح نجيب له لقمة أكل للزلمة. ليش بدنا نروح لنجيب له أكل؟ منطعمين من هون؟ لا 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 بلا ما نزيد الفوضى بالمطبخ. وبعدين جايبين له نار الأحد تطعميه جبنة ولبنة. ماشي ماشي خلصينا. تفضلي برمينا بك الأوض القصر. بالقوات؟ ليش بالقوات؟ ممنوع الأسئلة. ما أنتوا قلتوا لنا بس رح تفوتوا على المطبخ. إنه قد ما حزنا حاله طلع القصر فاضي اليوم، كيف نروح؟ هيك فرصة علينا. يلا. طيب، الحقني. تفضل. أهلا ناصر. شو بعد ما إجا سعد؟ والله يا معلم بعد ما رجع حتى عم حاول دق له على تليفونه وما عم بيرد. بيكون بعرف بالقصر، ما بقى دق له احسن ما حدا يشتلق على شيء. حاضر. شو عملت لي بالبيت؟ لقينا لك طلبك. عظيم، وامتى فيي انقل؟ شغلت يومين ثلاثة. عال عال. روح على اوضتك هلا وبس يرجع سعد تعال انت وياه لعندي. حاضر. قلت لي مشغول، فكرت ما رح ترجع تحكيني اليوم. مزبوط، كان عندي غدا والتغى، بطل فيه ولا اي سبب ما اجي. اهلا وسهلا. يمكن ماني محترفه بس ما بشوف حالي قادره اعمل شيء تاني. بالعكس، شو عم تحكي؟ كثير حلوين. انت مش بس محترفه، محترفه ومكتره. ميرسي. خليني فرجيك اللوحه اللي استوحيتها من مطرح ما تعرفت عليك. بعدنا هلا مش عم صدق كيف هالقد بسرعه خلصتيها. ما نمت كل الليل، بس اكيد بعد بدها شوية تعديلات. واو كثير حلوة. بتعرف انه انا كنت رسام؟ كنت؟ هلا بطلت؟ لا مش هلا، من زمان. اوف ليش؟
قصة طويلة. فإذا خلينا أعمل شي نشربه وبتخبرني إياها على رواق. بدك تحكي؟ يعني بصراحة إيوان صرت خايفة أحكي، لأنه كل كلمة عم أقولها عم تنحسب علي. حبيبي بليز بليز ما تصعب الوضع أكثر ما هو صعب. هو أصلاً صعب بلا جميلتي. هلا أنت إذا مش شايف أهلك كيف عم بيعاملوني وكيف عم يحكوا معي استوفل، أنت حر، بس أنا ما فيي أشوفهم وغض النظر. حبيبي أنا ما عم بقول إنه ما معك حق، بس نحن اتفقنا إنه بدك ترجع تكسبي ثقتهم. وإذا ما رجعت هيدي الساعة؟ ترجع بس أعطيها شوية وقت. روبي أنا بعدني على وعدي، إذا ما رح تقدر تتحملي من فيلم من هون. طيب رح أجرب أنطر كم يوم بعد. إذا لقيت الوضع رح يضل هيك وأهلك هيك عم بعلموني، إيه رح نفل من هون. شو حبيبي غفي؟ ايه هلا نام. بس ما ادري شو به، عذبني تحت غفي. ما في شيء، شو بدي اقول له؟ هو بحب يعذب مثل ميو. دخلك؟ رجعت حكيت انت مع ايوان؟ بدي اشوف اذا بعده زعلان هو وروبي. بيزعل والله بيرضى اخيرا مع قلبي. اصلا ما بعرف هذا ايوان عم ينطلع اهبل هالقد. هل سامحها؟ قال لا، مش بس سامحها كمان، بعده بدافع عنها وبشد معها وماشي معها على عميانة. اما شو جدبي؟ حقيقتي انا ماني شايفته ماشي معها على عميانة. كل الموضوع انه قام فل حتى ما يركب مشكل اليوم. مشكلة شو حبيبي؟ تروح تشكر ربك انه استقبلناها بالبيت، رجعنا وفوتناها على العيلة. مشكلة؟ قال ما بصير لشيء اذا سمعت لك كم كلمة، معليش. شو بك؟ ما بعرف، كأنه سمعت صوت. شو وجوعي جواد يعني؟ صوت حرتقة وهيك خربشة، ما بعرف. ما في شي حبيبي. غريب، مع انه كمان انا وعم نايم جواد وحياتي سمعت نفس الصوت. ما سمعت شيء ولا شفت شيء. ما تعتلي يا حبيبي، اساسا ما حدا في يفوت لهون. يلا خلينا ننام. في الدوام عندي. ما في بونوي؟ ما في بونوي؟ عليك وعدة. بابا وين رحت؟ رحت قصدر شوي. رحت شفت هيديك البنت، ما هيك؟ ما تكذب علي. أنا ما رح كذب عليك لأنه أنا أصلاً ما بحب الكذب. إيه رحت لعندها، كانت تفرجيني اللوحة. قلت لها ما رح تكذب علي. ما عم كذب عليك جودي، هيدي الحقيقة. بابا أكيد ما رحت بس تشوف اللوحة. شو قصدك جودي؟ ما يروح تفكيرك لبعيد أبداً. بابا أنا ماني بنت صغيرة. طيب ضمني بالك، ما صار شيء. وبعدين؟ معقول يصير شيء؟ ما بعرف. بابا، بليز ما بقى تشوفها لهيديك البنت. خلص شو بدك فيها؟ ليش جودي؟ شو مش عاجبك فيها للبنت؟ بابا كلها سوا، مش عاجبتني وبتقرف. خلص إذا بتحبني ما بقى تشوفها. جودي أنت طلبت مني الصراحة، وأنا رح كون كتير صريح معك. مش هيك اسمعيني كتير منيح وما تعملي مثل البنات الصغار أبداً. شو بابا؟ جودي بدي بنت مهضومة وعجبتني كتير. إذا تطورت الأمور بيني وبينها ما رح كون أبداً زعلان. ما رح تكون زعلان؟
والماما؟ أمك ما رح ترجع جودي. لو بدها تبين كانت بينت. وأنا قررت كفي حياتي وعيشة طبيعية. شو عامر؟ وين جودي؟ ليه ما نزلت؟ بدها تنام بكره عند الجامعة. شو ما كل يوم عند الجامعة؟ هلقد بكير بكره؟ ما بعرف خيي، ما سألتها. لا خيي، بدك تعرف أكثر عنها. أمتين عندها جامعة وأمتين ما عندها. بدك تعرف وين بتظهر وين بتروح وين بتجي. ومع مين؟ أكيد خيي رح أعرف، بس شوي شوي. رح أطلع أنا أشوفها وأحكيها. عاصي إذا بدك أنا بطلع. لا. عاصي بيحكي مع جودي. روبي إذا بتريدي ما تتدخلي بشؤون جودي. هي بنتنا ونحن منعرف نتعامل معها. لوين؟ بابا شو كان في لزوم لهالحكي كله؟ ما هلا بتكون زعلت؟ ما لازم تزعل من كلامي. ولا نفترض زعلت. أمر ما بيهم كتير. يا ما زعلتنا. معك حق، يا ما زعلتنا، بس هي اعتذرت وندمت. ما بيهم. بابا هيدي مرتي. شو عم تعملي؟ شو شايفنا عم بعمل؟ بلا جنون بدك تردينا على الصفر؟ أي صفر إيوان؟ ولك أي صفر؟ يا ريت بنرجع على الصفر، نحن أوضى من الصفر بكتير. يا حبيبي امبارح وعدتيني إنه تجربي كم يوم بعد، ليه هيك فجأة صار بدك نفل؟ أنا فعلي لوحدي، أنت خليك هون. شو يعني ضلني هون؟ ضلك هون مع أهلك. مسموع صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر ما بيبقى للوفا مطرح كل ما نداوي الجرح بيفتح يا حب ما بتجرح ما بيكفي القلب موجوع ما بيبقى للوفا مطرح كل ما نداوي الجرح بيفتح يا حب ما بقى تجرح ما بيكفي القلب موجوع